السؤال الثاني يا شيخ، جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. أنا إزاي يكون عندي حسن الخلق؟ يعني بالكلام الطيب، ولا في صفات مفروض أنا تكون عندي عشان يكون عندي حسن الخلق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخلاق الحسنة تتمثل في عدة أمور. من الأخلاق الحسنة الحياء، الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلازم تتعلم الحياء، لازم تتقني تعلم الحياء. من الأخلاق الحسنة الكرم، تتعلمي كيف تكوني كريمة. من الأخلاق الحسنة خفض الصوت. قال لقمان لولده: واغسل في مشيك واغضض من صوتك. الأخلاق الحسنة للنساء عدم الاختلاط. من الأخلاق الحسنة، من الأخلاق الحسنة بر الوالدين، بر الوالدين، الأخلاق الحسنة الابتعاد عن الشباب والرجال. فهذه مجموعة الأخلاق الحسنة، وثمة أخلاق حسان غيرها. أعرف الخلق وكيف تكونين متسمة به، وإن شاء الله ستجدين كل خير. إن كنت من الشرقية ولك أخ سليم، نعطيه كتاب فقه الأخلاق إن شاء الله، هدية كتاب نافع بإذن الله. جزاكم الله خير يا شيخ. مع السلامة.